السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لجميع مشاهدين الأعزاء من كل مكان. اليوم في معارك جديدة, معارك جهنمية. طبعا اجت البطولة اللي بعشقها وبحب ألعب فيها بالذات باستخدام حسابات الاتحاد. اليوم صدلكم يوتيوبر قوي. طبعا هذا اليوتيوبر مش مخلي حد من شره, معلم على جميع لاعبين الاتحاد, عنده قناة قوية وبتجيب آلاف المشاهدات لا يقل عن تايلسوف وذانكي. حتى انه تايلسوف بالنسبة لليوتيوبر هذا نوب, انه تايلسوف بس هو نوب محظوظ, يعني لا يذكر ضد دانكي. وهذا طبعا هذا شريك دانكي, دائما بينزل مع دانكي 2-2. اليوم اجى حظه في البطولة اللي بعشقها, هي بطولة ترومينة قلعتان. طبعا يا اصدقائي هاي البطولة سهلة كثير ولازم تعمله مشان تفوز فيها. خطواتها سهلة, انك تدمر قاعدتين للخصم. اذا دمرت قاعدتين للخصم راح تفوز. طبعا الخريطة هاي سيئة كثير, وافضليتها للمقاومة انه لاعبين المقاومة يقدر يغدروك من البحر ومن الجو ومن البر ومن جميع الاتجاهات. وانت لاعب الاتحاد المسكين لا اما تلاحق حالك لا اما ما تلاحق حالك. طبعا ما الي مصلحة بالمرة بمعركة طويلة في هذه الخريطة, يعني اذا خضت معركة طويلة ضد لاعب مقاوم في هذه الخريطة راح تخسر, لان التمساح صاروخ سريع كثير. على السريع بتلاقي 10 تماسيح ماشيات ماكلات كل شيء بطريقهم, غير الاخفاء غير الهوكس غير كذا. فمشان هيك لابد لنا نستخدم استراتيجية مناورة الهامر. طبعا شباب هذا مش هجوم نوبات, هذا اسمه هجوم احتراف تحريك الهامر. يعني كيف تحترف تحريك الهامر وتهزم خصمك؟ مطلوب شوفير هامر درجة اولى. طبعا تقريبا افضل محرك للهامر يعني بين العرب هو انا, يعني اول من هاجم بالهامر اصلا انا, يعني اول عربي كان بيستخدم الهامر في الهجوم قبل 3 سنين. يعني قبل 3 سنين ما كان في مناورات هامر, يعني تقريبا انا اللي اخترعتها. وفي شباب كثير يعني ساعدوني وضافوا وعدلوا, يعني لا انكر مساهمة الشباب كثير في تعليم المناورة. طبعا هاي المناورات اللي كنا نعمل فيها بالهامر اشرفوا عليها كثير اشخاص حتى توصل جدتها. طبعا اول اشي عملت حالي بدي اهجم على النص, بس انا ما بدي اهجم على النص, انا بدي احدد وين مكان المصانع. اول منطقة لازم تهاجمها هي المصانع, سيبك من القيادتين, لازم تركز وتهاجم المربع اللي في المصانع. طبعا الاشتباك عنيف, فانك ما نرى هنا مدى مدفع. طبعا المدفع بتقول بيت قيادي يا زلمة مش راضي يتدمر, وتجيكوار مصنعين جيكوار, والجيكوار جالسات مع حوكس تشكيل خطير. الخصم كان ينوين يعمل اخفاء بس لحقنا قبل ما يجيب اخفاء. لسه بعدنا بالدقيقة 5 ومناورة سريعة لا تزال جارية. طبعا نضع حان مضاد جوي مشان نتمكن من اسقاط لوكس. طبعا لابد لنا من الخطوة الاولى هي تدمير مصنع او المطار الخاص بلوكس, ما يهم لازم ندمر واحد منهم حتى يتوقف استمرار تدفق الهوكس. زي ما شايفين الهوكس بدها 20 ضربة تايفون قبل ما توقع شكلها. طبعا كل حال المعركة متزال جارية, دمرنا مطار الهوكس ولكن للأسف الخصم تمكن من تمالك نفسه. يعني الخصم جمع نفس وصارت نستكمل القتال, راح تكون الخسائر إلنا وخيمة. طبعا يا شباب في احتراف مناورة الهامر لا تعتمد على القوة, لأن القوة القتالية الخاصة بالهامر ضعيفة. يعني هامر ضد جيكوار الجيكوار راح تنتصر, ولكن في بعض أشياء نشرحها لكم. والشغل الأولى إنه الهامر أقوى من الجيكوار في حال المسير, يعني إذا أنت كنت تمشي والجيكوار لحق وراك الهامر راح تكون أقوى. تاني شغلة الهامر تمتلك عنصر مفاجأة, إذا أنت بشيت على الجيكوار وخشيت فيها مرة واحدة بعنصر مفاجأة برضو الهامر تمتلك الأفضلية, ولكن هجوم مكشوف راح يكون فاشل. طبعا هالمناورة من نعمل حالنا نهاجم منطقة
طبعا هاي المنطقة لا أنصح بمهاجمتها خاصة بالخريطة هاي، لأنه في فوق جبل، إذا انحشرت على الجبل فوق وكان عند الخصم شوية تماسيح يعني راح ينمسح فيك الأرض. فهاي يعني بس مجرد مناورة هيك مشان أجبر الخصم يطلع على أرض مكشوفة وأعمل له عنصر المفاجأة. طبعا الآن الخصم أول شغلة راح يعملها راح يجيب كل جيشه هان مشان يحمي المنطقة السفلى، كون المنطقة السفلى ما فيش فيها دفاعات ولا فيها جيش، فالخصم متحرك وهان عنصر المفاجأة اللي حكينا عنه. هاجمنا الجكوار وهي ماشية وبترك مسافة متباعدة بين الهامر والأخرى مشان ضربة الجكوار ما تعمل ضرر لأكثر من هامر واحدة. زي ما حكينا عنصر المفاجأة كان ناجح جدا وتم ساحق جيش الخصم بنجاح، الهجمة لا تزال مستمرة. طبعا زي شباب الحين نكمل هجمتنا ونتابع الهجوم الخاص بنا. زي ما شايفين الخصم بتراجع بخسائر فادحة، هاجمنا كل جيش ودمرنا بعنصر مفاجأة. ولكن لو انه الخصم جانا من الخلف وهان في فوق دفاعات وهوكس وانحشرنا بالزاوية اللي فوق لاتوريكم اياها، كان الخصم دمر جيشي. ولكن احنا اول شغلة عملنا تخلصنا من جيش الخصم، وكانت خسائر الخصم المادية اكبر من خسائر بكثير. طبعا كل حاب نعمل بوست تسريع انتاج جيش. طبعا الخصم الحين راح يشغل بوستات زيادة قوة الجيش مشان يحمي حاله او بوستات الدفاع، وانا بعمل بوست زيادة انتاجية الجيش عشان اتقدم على الخصم بالجيش. طبعا شباب هذا الهجوم لا ما يعتمد على القوة، مش ضروري انك تهاجم بقوة، هذا الهجوم يعتمد على احتراف التحريك زي ما حكينا. طبعا الحين المنطقة مش ضروري نهاجمها، من ندور على ثغرة نستغلها لصالحنا، وافضل اشي انا شايفه نعمل انسحاب تكتيكي مشان نجمع شوية جيش قبل هجومنا الجديد، لان الخصم تمكن من الجبل وحط عليه دفاعات وامن دفاعات الجبل كويس. طبعا كل حال يا شباب الحين نعمل هجمة تكتيكية. طبعا الخصم حاط جواسيس بكل الخريطة راح يشكل يعني جبهة التكتيكية، لكن المهم ان نهاجم بسرعة كبيرة قبل ما الخصم يلحق حاله ويتمالك نفسه ويعمل لي كم من برج مدفع، انه بصراحة البراج المدافع عنده قوي كتير. طبعا الخصم كان ناوي يطلع جنود صواريخ بس ما لحق لان احنا هاجمناه. طبعا نترك مسافات بين الهامر والاخرى مشان الضرب ما يأثر على اكثر من هامر واحدة، يعني اذا كانوا اربعة هامر جنب بعض راح يأكلوا نفس الضرر، واذا كانت هامر لحالها تأكل نفس الضرر. فضروري يا شباب تخلون الهامر متباعدة بالتشكيل الخاص فيكم. طبعا كل هذا شباب لانك تمكننا من اختراق تشكيلة الخصم وتمكننا من تدمير المدافع، والحين هندمر المصانع. طبعا باعتبار هيك المعركة انتهت، المعركة صارت الأفضلية إلي فيها. طبعا كل حال يا أصدقاء زي ما شايفين نتخلص من كل المصانع، ولكن الخصم هذا خبيث، لا تنسون انه يوتيوبر محترف مش خصم عادي، يعني صحيح انه لا يمتلك اوسمة بس بضل يوتيوبر محترف، ما خلى لاعب اتحاد من شره غيره وخسره، حتى انا مخسرني كتير مرات وفزت عليه مرات، يعني بناتنا معارك ضارية كتير. طبعا المعركة لا تزال مستمرة والخصم يقوم بالهجوم من الاسفل من اجل تدمير التايفون حتى يتمكن من مهاجمة بالطائرات. مع ان خطة الخصم نجحت اتمالكت نفسي ورجعت لدمر الاربع جكوار اللي حط لي اياهن، ولكن بعد شو ما ضل عندي تايفون والخصم بلش يطلع لي مسلسل جديد من الهوكس، ولكن انا ما راح اسمح له، راح اواصل الضغط وانهي المعركة. طبعا الضغط متواصل والمعركة لا تزال جارية وحرق الذهب شغال. بصراحة الخسائر بالذهب كبيرة جدا، ولكن لا يهم، يعني الذهب اللي انفقناه بيستحق. طبعا شباب مش ضروري انك تدمر القيادة، لانه مطلوب منك تدمر بيتين قيادة مش قيادة واحدة، فانت ضحيت بجيشك ودمرت قيادة واحدة هتكون خسران. فمشان هيك يا شباب لازم انك تركز كيف انك تكسر شوكة الخصم
وتكسر امداداته وتكسر مصانعه وتدمره معنويا قبل ما تكمل. طبعا الحين يا شباب ندمر 2 مبنى قيادي حتى نتمكن من النصر، نعمل تشكيل من فوق ومن اسفل ومن اعلى من شان نشكل الجيش خاصتنا حتى نتمكن من اختراق حصن الخصم وتدميره بنجاح. ما تزال المعركة مستمرة طبعا من الاسفل من الاعلى، الهجوم لا يزال مستمر. طبعا الضرب السلام تواصل زي ما حكينا، الخصم الحين بده يسوي له حركة يعني ضروري قبل ما الخصم هيك زي ما تحكون يخسر يعمل له حركة أخيرة. ولكن الحركة الأخيرة هاي لا تستخف فيها، أيام تزبط معهم وبيخسرك فيها. يعني زي ما تحكون معركتنا هامت ضد الكوار، يعني إذا المعركة طولت راح تكون أفضليتها إله، لأنه يعني جاب 20 جيكوار خاص اللي بنتهت. يعني إحنا في سباق مع الوقت، لا إما بندمر ولا إما بدمرنا، وضروري تكون في عنا احتراف نوارة الهامر. طبعا نقطعهم بطريقة احترافية وندمر القيادة الثانية مشان نحصل على النصر في هذه المعركة. أتمنى أن الفيديو نال إعجابكم. طبعا يا شباب أنتم بتحكوا لي ليش يا خليل ما بتحكي كثير في الفيديوهات؟ السبب أنه بفتح الفيديو ما بلاقي فيه غير تعليق أو تعليقين أو 3، وأيام بلاقي بس أجانب، بلاقي فيش عرب، بلاقي ماكو عرب بالفيديو. اذا انتم بدكم اياني احكي عربي حسسوني انه في عرب بالصفحة. اما الايام الماضية مش حاس انه في عرب، كلها اجانب يعني بصراحة. فمشان هيك تحبون تشوفون تعليق صوتي، لابد لكم من تدعمونا بلايك والاشتراك بالصفحة حتى يوصلكم جديد وتسوي التعليق.